والله ماني مصدقة حالي، يعني فوق كل همومي إجاني هم وبدي اتحمل قهر الحماية كمان. عائشة شو انتي هبلة؟ شغلي مخك بلا جنان، خلص طنشي بعدين مفكرة حالك كني عن جد. هاي جديدة صايرة تحاكي حالك؟ اي. الحقيقة اليوم طلعتي قد أمي، بدي هنيكي. على فكرة أنا مقدرك كتير يكون بعلمك، البيض بالخبز كان روعة يسلم إيديكي. إيه شكراً، بس كان لازم أمك ما تضغط علي. شو رأيك بهالقميص؟ يعني لونه وموديله حلو، بحب هاللون، لابق لك كتير. شكراً. وأنا رح ألبس. لحظة، هذا بيلبق لك كتير، البسي وجهزي حالك لحتى هربك من هون قبل ما تعمل أمي حملة جديدة. والله بيكون أحسن، أصلاً جاي عبالي دور وامشي على مهلي وضيع بشوارع أنطاكيا. لا مو هيك، ما في ضياع، ما بدي ضيعك حتى ينتهي اتفاقنا. قلتك مشان ما يروح المهر على الفاضي. يلا البسي، عم بستناكي. عائشة شفتك ما عطيتي زوجك بوسة الوداع. لازم نحكي، بس هذا المكان مو مناسب، ما عنا شي نحكي فيه. تعرفت على رفيقتك اليوم سيدة، حكينا عليكي شوي. ليش اجينا لهم؟ ما في مكان أحسن نحكي فيه؟ ما بعرف شو قالت لك سيدة، بس رجاء اطلعي من حياتنا بقى، مو حلو تضلي حوالينا وانتي مو مرغوب فيكي. عائشة، زواجكم قرار أخده فريد عن عصبية، هو عمل هالحركة قصداً بس مشان يوجهني ويجاكرني. طالما متأكدة لهالدرجة انتي حكي لي لكان شو عملتي لفريد؟ ليش غضبان عليكي كل هالقد؟ شافني بوضع معلومني، شاف واحد عم يبوسني بالغصب وصدق اني عم خونه، قلت له انه بالغصب واني قاومت بس ما صدقني ابدا، راح وجابك معه على عرسنا من عصبيته وزعله. لا تضحكيني هاندا، معقوله وحده مثلك تنحط بوضع ما بدها اياه؟ ولو كنتي بوضع صعب عن جد ما كان فريد ساعدك؟ ممكن وحده مثلي توقع بهيك وضع، غير هيك اذا واحد توجع وغار على اللي بيحبها ما فيكي تتوقعي شو ممكن يعمل ويتصرف. طيب حطي حالك محلي، الوحده مو بتروح للي بدها اياه؟ ليش انا عم اتوجع لهالدرجه مشان فريد برايك؟ ما بعرف، انت يلي بدك تجاوبي، يمكن حب تملك ويمكن ندمتي. فريد عم يضيع لك ايامك بهي اللعبه السخيفه، هربي ولا تتورطي، لا تخليه يستغلك اكثر، لا تكوني ضحيه عصبيه وغيره. انا مو ضحيه، انا قررت وتزوجت فريد، انت حاش تركضي ورا حدا ما بده اياكي. يا عائشه، البيت اللي بدك تبنيه على تعاسه غيرك اكيد رح ينهار بالاخر. لهي الدرجة انتي عمي ومو شايفة قديش فريد بيحبني؟ لك انا حافظة وشه عن غيب، بعرف فرحه وعصبيته وبعرف قلقه واللمعي اللي جوات عيني، وكمان بعرف حزنه لانه هذا هو العشق، عشقنا نحن. شو ما بتفهمي؟ ما عندك كبرياء ولا كرام؟ تعرفي شو العشق الحقيقي؟ انه تعرفي تتخلي وتتعلمي كيف تواجهي الوجع. لهيك لا تضيعي وقتك معي هاندا. ماشي، على راحتك. بالمناسبة لا تقلقي، أنا ما التقيت بسيرة، أنا رايحة على الشغل، أنتي ابقي هون وفكري مع الطبيعة على أنفيرا.
إذا كان الحب الحقيقي بالتخلي ولا إنه نحن نكافح ونحارب للنهاية مشانه؟ للأسف ما في رحال غير بكرة؟ ايه يا ربي دخيلك منبعتك بالطيارة. وين المشكلة؟ أنا هاندا وإنتي سيدة ماهي. إنتي رفيقة عائشة. أنا مو رفيقة لحدا، اجيت مشان أخي وراجعك. لحظة شوي، شو علاقة أخوكي بعائشة؟ تركيني، لا ضيعي لي وقتي. على شو مستعجلة؟ قلتلك ببعتك بطيارة. ما في محلات. مين اللي قالك ما في؟ انتي هون ضيفتنا، عطيني هويتك وأنا بحلها. ألو؟ بدي تعرفني فوراً مين هي وشو علاقتها كمان بعائشة. ما عندي وقت منه.